السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نديرو أول كورة عندنا في الميكانيك دو بوان ماتريال على الموقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفو واحد رابيل بالنسبة للفيزيك، بالنسبة للفيكتوريال. أول شابتر عندنا وهي أناليز فيكتوريال، نشوفو شكون هو. ما نطولوش بزاف هذا فهاد الشابتر، غادي نديرو جوج فيديوهات وندخلو إكزاكتومون، ندخلو في الكور مزيان في ميكانيك دو بوان ماتريال. نشوف اول حاجه تذكير بداكشي اللي قرينا في الليسي والمسائل. اول حاجه فيكتور، سي كوا سا فيكتور؟ فيكتور ان اوبجي ماتيماتيك كي تخوا كاركتيرستيك، يعني عندها ثلاثه المميزات. لا ديريكسيون، اون ديريكسيون، ان سونس، اي ان نورمي. بالنسبه لهاد الفيكتور هادي سيمبول ديالها كنرمزو لها بواحد الراد كيما كان او في اي حاجه، ولكن فوقها واحد الفلاش، فلاش واحد السهم، هذه كتسمى فيكتور. دابا نشوفو النورمي، النورمي نوطي في، كنديرو دو بار، كنحطو الفيكتور وكنحطو دو بار، هذه كتسمى النورمي، ولا كنحطو في بدون البار الفوق. هذا النورمي توجور بوزيتيف، دائما موجب، يعني الا قالك البروف حسب لينا النورمي ديال شي فيكتور ولقيتيها نيجاتيف، فان داكشي امبوسيبل انها تكون نيجاتيف، توجور بوزيتيف، ديما موجبه. سي بيان، دابا باش نفهمو بروفيسيونيل هذا النورمي، عندنا واحد عندنا واحد البلا هنايا اكس ايغري، عندنا الفيكتور هادي في، فيكتور في هكا، نقولو ان المسافة اللي ما بين هاد الفيكتور هذا من هنا لهنايا هي جوج إذا مربع جوج، يعني ان لا نورمي ديال هاد الفيكتور هادي ايكال جوج إذا مربع جوج، هي المسافة اللي عندنا في الفيكتور. ولا بطريقة أخرى نصورو عندنا نحطو لو بوني هنايا ا بي، سميوها ا و بي، وراس الفليش بي، عندنا البداية ديال الفليش سميناها ا، والتالي ديال الفليش سميناه بي. يا دابا الاسقاط على هاد البلا هذا، نديرو له الاسقاط، اسقاط هكا، هنا غادي يعطينا اكس ا نقولو ايكال ان، هنا اكس بي ايكال تخوا اكزاكتومون، وهنا حتى هنا نديرو هنا اكس ايكريك ا إيغال حتى هو أن، و إيكغيك بي إيغال تخوا حتى هو. سي بيان، دابا كنا نحسبو النورمي ديال هاد الفيكتور هذا. هاد الفيكتور عندنا في، أش كيساوي لنا أ بي، متفقين معايا؟ فيكتور أ بي من البداية الفيش التالي، يعني إلا بغينا نحسبو لا نورمي ديال أ بي، الفيكتور اللي بغينا نحسبو هو جدار مربع، كنحطو عندنا اكس بي، اكس بي موان اكس ا الكل او كاري بلس ايكغيك بي موان ايكغيك ا كل او كاري، ونسدو جد المربع ديالنا. نشوفو التطبيق العددي، الى درنا هنا اكس بي عندنا 3، 3 موان 1 او كاري بلس 3 موان 1 او كاري، جوج مربع ديالنا تعطينا جوج مربع 8، شحال تساوي لنا جوج مربع جوج. سي سامبل، هذا هو النورمي. النورمي نتا غنحتاجوه بزاف في هذا الكور ديال ميكانيك دو بوان ماتيريال. هاد البارتي الثانية غنشوفو فيها لو فيكتور كولينيير، شكون هو؟ فوقاش كنقولو ان عندنا واحد جوج فيكتور، كنقولهم ان جوج فيكتور سون كولينيير، الا تحققت هاد الكونديسيون كنقولهم كولينيير. سهلة بزاف، ركز معايا، عندنا واحد فيكتور كيساوي لنا الفيكتور الاخر فوا هاد الفا، هاد الفا خاصها تكون نومبر غيال، واحد خمسة واحد ونص ستة سبعة، هادو هما النومبر غيال. يعني الا تحققت هاد الكونديسيون كنقولو ان هاد او في اي سون كولينيير. سهلة بزاف، نسيت ما كتبتش هاد البارتي هادي، لو فيكتور كتبوها هنايا، لو فيكتور هكا، لو فيكتور او في اي في de direction à la carte en direction parallèle يعني الى كانت كولينير فان هاد جوج هادو باراليل، يعني انهم متوازيين. في باراليل ا يو، سي بيان.
بالنسبه كولينير فهمناه مزيان. اشكون هو كولينير؟ وفوقاش كنقولوا ان جوج فيكتور كولينير الى تحقق هذه الكونديسيون، والى تحقق هذه الكونديسيون فان او في اي اون باراليل، يعني انهم متوازيين. سهله بزاف. دابا نشوفوا شكون هي لو فيكتور يونيتير، نشوفوا التعريف ديالها. اي اون فيكتور دو نورمي ايغال ا. سهله بزاف، يعني ان عندنا واحد الفيكتور، فيكتور النورم ديالها كيساوي ان، كنسميوها فيكتور يونيتير. سهله بزاف. عندنا الحالات او فيكتور يونيتير، عندنا او لا نورم ديالها ايغال ان، صافي، فانها فيكتور يونيتير. سهله بزاف. نديروا هاد الاكزومبل باش نفهموا مزيان. نحيوا هاد الاكزومبل هكا، نحيوا هذا ونخدموا هاد الاكزومبل هذا. نشوفوا، قال لك اكزومبل لو فيكتور يونيتير كولينير افي اي دو ميم سونس سي اكري. كيف زعما عندنا واحد البلا، عندنا واحد البلا اكس ايغريك. اكزومبل عندنا واحد البار، واحد البار هنا او وهنا سميوها ا، يعني هذه المتجهه كتسمى او ا. متفقين معايا؟ مزيان. عندنا واحد الفيكتور يونيتير، هذا الفيكتور يونيتير هو اللي كيمر هنايا، نسميوه او ار. هذا الشيء بقى نخدموه بزاف في الميكانيك دو بوان ماتيريال. وهاد الطول، الطول من هنا لهنا، الطول ديال او 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 ا هو ال، نسميوها ال. هاد البار الطول ديالها ال، يعني الا بغينا نحسبوا هاد المتجهه هادي شحال كتساوي لنا، كتساوي لنا القيمه المطلقه ديال او او ا، يعني النورمي ديال او ا، فوا لو فيكتور يونيتير او ال. سي بيان، يعني كان ال او ال. سهله بزاف. هذا هو الخدمه ديال فيكتور يونيتير. كما كنا كنقولوا في الباك، كنا كنقولوا واحد فيكتور هنا اي وهنا جي، هادو هما فيكتور يونيتير، لو نورم ديالهم كيساوي لنا كيساوي لنا واحد. دابا غادي نشوفوا فيكتور اورتوغونو. عندنا واحد جوج او اي في سون اورتوغونو. فوقاش كنقولوا ان اورتوغونو؟ فوقاش كنقولوا ان متعاملين؟ الا كان لي فيكتور او ولي فيكتور في، U فوا في إيغال زيرو، يعني كنقولو أن U كتعامد في، يعني أنها أورتوغونو. كيفاش كنحسبو هاد الضرب بالنسبة للفيكتور؟ عندنا U، عندنا U قيمة، عندنا إكس إيكغيك زد، هادي الفيكتور U، إي في عندها إكس بريم إيكغيك بريم زد بريم، يعني أن U فوا في شحال غادي يساوي لنا هنا؟ U فوا V غادي يساوي لنا X في X بريم بلوس Y في Y بريم بلوس Z في Z بريم. هذا هو الضرب ديال دو فيكتور. إلا لقيناهم كيساوي زيرو كنقولو أنها أورتوغونو، يعني متعامدين. وبالنسبة لفيكتور يونيتير، بالنسبة لفيكتور يونيتير عندنا واحد دو فيكتور يونيتير هنا، هادي ركزو بيان، ركزو معايا مزيان في هادي. عندنا واحد فيكتور يونيتير إو إي، وضربناه في واحد فيكتور يونيتير او جي، عندو جوج نتائج. سي اما كيساوي الصفر اما الواحد، صافي. عندنا دو فيكتور يونيتير، الا ضربنا فيكتور يونيتير في فيكتور يونيتير، يعني كاينين جوج انواع اللي غادي يعطينا، اما غادي يعطينا صفر ولا واحد، صافي، ما كاينش شي عدد اخر غادي يعطيونا. الا عطانا صفر سي، فان هاد هاد او اي، هاد او اي كتخالف او جي، يعني اي كتخالف جي، اي كتخالف جي، يعني هاد الفيكتور يونيتير ما كتساوي لناش الفيكتور يونيتير اخرى. الا عطاتنا واحد سي، سي اي ايكال ايكال جي، يعني ان هاد الفيكتور يونيتير او اي كتساوي لنا فيكتور يونيتير او جي. هادي حفظوها مزيان لان نخدمو فيها بزاف في الميكانيك دو بوان ماتيريال. دابا نشوفو البارتي الاخرى. دابا نشوفو برودوي فيكتوريال دو دو فيكتور او في، اي دبليو في نوطي دبليو في ايغال في او برودوي فيكتوريال في. هاد في هاكا مقلوبه كتسمى برودوي فيكتوريال، يعني ان او ايغال برودوي فيكتوريال. هادو بثلاثة حيت نكتبو هاد الكتابة انهم متعمدين، شي اخرين في الا بقينا هندسة الفضائية، يعني ان عندنا او كيعمد في بحال هكا، هذا او وهذا وهذا في، كاين واحد لاكس طالع بحال هكا
سميتو دوبل في. هذا هو عندنا U V و دوبل في متعامدين بثلاثة، سهلة بزاف. هذا الشيء كامل بغينا نفهموه هي شكون هي لا ديريك. لا ديريكسيون هي فوقاش كنقولوا ان عندنا واحد ديريكسيون كنحنا كنقولوها غير في فيكتور يونيتير. عندنا واحد تخوا فيكتور يونيتير U سميوها هكا U1 اي U2 اي اي 3. فوقاش كنقول لهم انها ديريكسيون. الا كان O1 ايغال E2 برودوي سكالير E3، هادي كنقولوها انها ديريكت، يعني اننا نقدر ندير واحد التحويل من هنا من E1 ل E2 ل E3. هادشي نشوفوه مزيان في نشوفوه مزيان في الشابتر الثانية E1 E2 E3، يعني اننا نقدروا اننا نحولوا من E1 ننتقلوا من E1 ل E2 E2 ل E3. هادشي كامل اللي درنا، هاد الرابيل كامل اللي درنا غير باش نفهمو هاد الكلمة هادي باس اورتونورمي ديغ. قبل ما نفهمو هاد الكلمة نشوفو واحد الحاجة كيتخسرفو بها الطلبة، وهي لي روبير و واحد لاباس. لاباس و لي روبير، اشنو الفرق ما بين واحد الروبير و واحد لاباس؟ عندنا واحد اسباس، اسباس اوكليديان، اسباس سيبيان، كاين عندو واحد الروبير، داك واحد الروبير اكس لوريجين 0 وعندو 3 لاكس اكس واي زد. مزيان، هاد الروبير الا رسمناه هنايا غادي يكون على هاد الشكل هكا. روبير عادي شي راه قريناه اكس واي زد، هاد الروبير كلشي فاهم. عندو الروبير، كل روبير كيكون عندو واحد الباز ديالو. الباز كيما بغينا نحطوه، عندنا هاد الباز هذا نسميوه او اي او جي ماشي كا. نشوف هاد الرموز هادو اللي كنا كنعتمدوهم في الباك، او جي كا اي جي وكا. عندنا هنايا غنديرو اي وهنا جي وهنا كا. هذا هو لاباز وهذا هو لو روبي اللي عندنا. دابا نشوفو بالنسبة لهادو، راه حنا نعتمدو ماشي بأو، أنا ما نعتمدوش على هادو، أنا نعتمدو على أو إكس بحال هكا بلاص جي غنديرو أو إيكغيك أكتر يا هكا أو زيد. أو زيد غنعتمدو على هاد الأونيتيغ اللي عندنا أو إكس أو إيكغيك أو زيد، يعني غادي تكون هنا أو إكس أو إيكغيك أو زيد. مزيان، دابا نكملو الشرح ديالنا. نشوفو دابا الشرح ديال هاد الجملة هادي. باز اورتو نورمي ديريكت اللي غادي ندرسو هو هذا هكا، كنرمزو له بي كيما قلنا باز عادي او اكس او ايكغيك او زد. مزيان، بلاص اي و جي وكا، انا صافي او اكس او ايكغيك او زد سي بيان. علاش سمينا هذا باز اورتونورمي ديريكت؟ علاش؟ لان هذا الفيكتور عندنا يونيتير ديالو اول حاجه اورتوغونو، يعني متعامدين. اورتوغونو يعني انهم متعامدين، يعني ان او اكس متعامده مع او كي متعامده مع او زد. سي بيان، هذا هو التعريف ديال اورتو نورمي، يعني انهم نورمي. نورمي يعني انه نورمي، يعني ان اي كتساوي لنا او اي نورم ديال هذا كيساوي لنا هذا كيساوي لنا او زد. نورم ديال هذا كيساوي لنا واحد، راه قرينا هادشي لان هاد اونيتير لا نورم ديالهم كيساوي واحد ديما. هلا قلنا ديريكت، حتى هادي راه فهمناها ديريكت، لان هادو كيتكتبوا على هاد الشكل هذا او اكس ايغال او ايغريك برودوي سكالير برودوي فيكتوريال دو او زد. سي بيان، هذا هو على سميناها هذا باز اورتو نورمي ديريكت بي او. عندنا هنا او هو الاوريجين وهادو 3 لاكس اللي عندنا بالنسبه او اكس او ايغريك بالنسبه لونيتيغ ديال لاكس او اكس او ايغريك او زد. صافي، هادشي اللي عندنا في هاد الشابتر في هاد الفيديو هذا. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله نتلاقاو ونكملو الفيديو الشرح تاعنا.